هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من البحارة البحرينيين الذين تعرضوا للإهانة من قبل السلطات الأمنية في الدوحة خلال ممارستهم لمهنتهم. وانتقد المواطنون عبر منصات إعلامية محلية سلوك الدوحة القمعي المتجرد من الإنسانية ومبدأ حسن الجوار. جولوا البوانيش اثنينهم اللي عندي. اثنينهم جولوا، كنت انا بعد شريك ويا ولد اخوي، اثنينهم جولوهم كامل في يوم واحد وخلونا ستة شهور مربوطه. وظلت البوانيش هناك متدمره، يعني كم خساير احنا خسرنا البحائر، كم خساير خسرت اللي جيمت مكاين هناك، واللي تكسر طراري، واللي تكسر بانوشي. هذا عندي ولد عمتي تكسرت بوانيش هناك تحطمت. بس هني البانوش تضرر وايد، لان المره الاولى خلوا فيه واحد من البحاره، المره الثانيه خلوه بروحه ما حد فيه. البانوش وتضرر البانوش وايد، تكسر فوق القيم طاحت، يسمونه والزبادر راحت، والبيبات الستنلس ستيل طبوا، وايد ضرر البانوش. اذا جابوا بانوش بحريني يعني تحس بالبهجه بالفرحه عندهم، يستانسون ان جابوا بحريني مسكوه. وهو يضحك لك، ليه هو يضحك لك وتبين لك انه هو وياك بيساعدك وما شلون، لكن ما عليك منه. بالعكس هو ضدك وضرك ويسعى في خراب بيتك. هذا اللي لمسناه، يعني هذه حقيقه هذه.